إطار المجهودات المركزة والمتواصلة في ملاحقة وتفكيك شبكة الاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم بواقي من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في تهريب والاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية وحجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة. العملية النوعية جاءت نتيجة استغلال أمثل للمعلومات والتي مفادها محاولة تمرير كمية من المؤثرات العقلية عبر إقليم الاختصاص، أين تم وضع خطة أمنية محكمة بتكثيف عنصري التحري والاستعلام ونشر تشكيل أمني في كل محاور والمسالك وتكثيف التفتيش والمراقبة، إلى أن تم رصد المركبة محل معلومات وتوقيفها بالطريق البلدي رقم 1601 في شقه الرابط بين بلديتي فكيرينا وأم بواقي، وبعد التفتيش عثر بالمقاعد الخلفية على 67335 كبسولة نوع بريغابالين 300 ميليغرام. على الفور تم توقيف سائق المركبة ومالكها ومرافقه وحجز أقراص مهلوسة والوسيلة النقل. بعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء، فيما ستسلم المحجوزات إلى مصالح الجمارك. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.